مساء الخير، سكاي نيوز عربية هذه الليلة من بيروت في الساعة الثانية من غرفة الأخبار. نطل عليكم من الواجهة البحرية لمدينة بيروت من الزيتونة باي والسين جورج، خليج السين جورج، هذا الفندق العريق الذي كانت فيه قبل عقود من الزمن في ستينيات وسبعينيات القرن الماضي تحاك السياسات وربما المؤامرات للسياسات الأوروبية والمخابرات الإنجليزية والفرنسية. اليوم من يرسم السياسة في لبنان غداة معركة عرسال والصفقة التي تمت ليل أمس؟ أين هو لبنان؟ أين هم اللاجئون السوريون؟ وما هو الوضع القانوني لعشرات الألاف في القرى الحدودية ولأكثر من 1,200,000 لاجئ في الداخل اللبناني؟ ضيوفنا من بيروت هذه الليلة الصحفي والكاتب السياسي حسام العتاني، أهلا بك. أيضا الدكتورة منى فياض، أستاذة علم النفس، مساء الخير. ومدير مركز أمم للتوثيق والأبحاث لقمان سليم، أهلا بكم عبر سكاي نيوز عربية. أبدأ معك أستاذ حسام، يعني بعد هذه الصفقة التي تابعناها ما تداوله الإعلام اللبناني، ما هي المحصلة أو كيف خرجت السلطات اللبنانية، الحكومة اللبنانية والجيش اللبناني مما حصل في عرسال في الأيام القليلة الماضية؟ يعني كانت معركة معقدة خيضت في وسائل الإعلام وفي الساحات السياسية بقدر ما خيضت في الميادين العسكرية. بعتقد أنه هي في جانب مهم منها سيصب في إطار تكريس أمر واقع وصناعة إجماعات سياسية في الداخل اللبناني أكثر ما هي يعني لتغيير مسار الحرب في سوريا. الحرب في سوريا أخذت مسارها من حوالي سنتين أو ثلاثة وماشي فيه وعم يتعمق هذا المسار. الوضع في لبنان هو اللي خاضع للتغيير منذ حوالي العام والنصف. المعركة بعتقد أهميتها هي على الداخل اللبناني، على السياسات اللبنانية، على التوازنات الداخلية بين الطوائف والأطراف والتيارات أكثر ما هي على الداخل السوري. إذا بدنا نفصل أكثر منقول أنه في طرف خاض هذه المعركة لتكريس سلسلة من التقدمات أو سلسلة من الانتصارات بلغته ولحصد المزيد من النتائج الإيجابية لما يراه انتصار المحور اللي هو ينتمي له سواء في سوريا أو في العراق أو في لبنان. دكتور فياض، هذا الانتصار الذي يعني يصوره ربما الإعلام اللبناني، السلطة اللبنانية، يعني تخرج من الحكومة مغيبة وربما هي الخاسر الأكبر، ويعني ماذا حقق حزب الله وما هي المكتسبات وماذا خسرت الحكومة اللبنانية؟ أنا أوافق على الجانب اللي ذكره الأستاذ حسام، بس في جانب آخر أنا بلاقي حققه مش حزب الله، يعني اللي كان خلف هالمعركة بين قوسين اللي حصلت، رسموا المنطقة اللي رح يكون في إلها إيران نفوذ. إيران منعت من منطقة الجولان والحدود الأردنية وعم تقول إنه أنا صار هلأ سلطة هون بهاي المنطقة اللي هي سوريا المفيدة، وهيك حزب الله سيطر على، يعني نظف هاي المنطقة، سيطر عليها، وبالإضافة لأنه هيدا عم يكون له دور بالداخل وفي نوع من احتساب للعودة، فعم يحسب انه اذا رجع، لانه ما بنعرف الامور كيف راح تتحرك، وممكن يعني سريعا يضطر يعود للبنان، فعم يرجع ليمهد شراكه مع الحكومه من ناحيه واكثر مع الجيش. اكثر شيء زعجهم ابواق الممانعه انه يتنقل لهم الجيش كان عم يحمي الداخل اللبناني فقط، وارسال ما دخل بهاي المعركة، كانوا وانه هيدي معركة فتح على حزب الله لغايات سياسة إيرانية
ولموضع نفسه بلبنان، كان كتير يزعجهم أنه جيش مقاومة، هن هلأ عم يشتغلوا على هالموضوع، يجمعوا جيش مقاومة لا يعطوا لحالهم شرعية أكتر. بهالطريقة هاي الطبقة السياسية الحكومة كل الموجودين عم يغطوا حزب الله بهالمكان، وحتى يعني كان أحيان عم يروحوا أكتر من ما بده حزب الله. وبهالتمرين اللي انعمل بيّن أنه ما في قضاء، أنه وإنها معركة مفتعلة إذا كان مثل ما حصلت يعني نوع من اتفاق مع التل ليترك، كنتوا تتفقوا معه بدون معركة، مثل ما يعني حسيت كأنه مثل ما كان عم يحصل بسوريا، نقل ناس من مكان إلى آخر، مسلحين من مكان إلى آخر، غير أنه تبهدلت يعني الدولة اللبنانية، أنه عندهم إرهابيين متهمين بقتل جنود لبنانيين. نحن ما منجيب سيرة جنودنا اللبنانيين، بنتركه إلى أمر لاحق، من تهم بقتله بيقعد بيشترط على الدولة على الأطراف اللي عم تفاوض معه وبيلبوا له كل اللي بده إياه. وفوق هيدا كله إذا واحد مهزوم ويقال اليوم إنه طلع من مطار بيروت، كيف إذا كان منتصر؟ أستاذ لقمان، هل فعلا يعني تصوير هذا الانتصار هو لتعويم حزب الله في الداخل اللبناني، ما أصاب مقتلا الحكومة اللبنانية؟ تابعنا قبل ساعات أيضا موقف رئيس الحكومة. يعني لا أظن بأن حزب الله كان بحاجة فعليا إلى تعويم. حزب الله هو في منطق مراكمة بدأ منذ العام 2000، وأعود بالذاكرة إلى العام 2000، لأنه في العام 2000 انسحب الجيش الإسرائيلي وانتفت بالتالي ضرورة بقاء الجيش السوري. ولكن منذ العام 2000 حزب الله بدأ عملية السطو على الدولة اللبنانية. بالطبع عملية السطو هذه تخللتها مراحل عديدة لن نعود إليها جميعا، ولكن العام 2008 كان عاما حاسما. ففي العام 2008 في أعقاب العملية العسكرية التأديبية التي اجتاح خلالها حزب الله بيروت وعدد آخر من المناطق، تمكن بعد التسوية التي أسميت باتفاق الدوحة من تكريس منطق الشراكة بين الجيش والشعب والمقاومة. وبالتالي فأظن بأنه ما شهدناه في 2017 إذا نظرنا إليه من منظور تاريخي سوف نرى بأنه تكريس لما كتب في 2008، ثم تكريس لما كان من الإزراء بزعامة سعد الحريري يوم أطيح به من رئاسة الحكومة في 2011، ثم ما كان من الإتيان بحكومة الرئيس ميقاتي للحلول محل حكومة الرئيس سعد الحريري، وبالتالي إعلان السيطرة على السنية السياسية في لبنان، ثم مشاركة حزب الله في الحرب السورية بناء على الإشارات الإيرانية وتحقيق بين هلالين تحقيق ما حققه من انتصارات ميدانية كانت وراء تهجير مئات الألوف من هؤلاء السوريين الذين نحتار اليوم كلبنانيين. سأعود إلى موضوع اللاجئين. ما نشهده في 2017 ليس تعويما، هو من جهة مسار لقرض وللاستيلاء والاستباحة الدولة اللبنانية، وهو في محل آخر. ولكن اختلف الرد بين 7 أيار 2008 وما حصل، هذا الربط بين 2008 و2017. سأعود إلى استخدام ولكن جملة أخيرة، ولكن هذا المسار لم يكن مسارا للاستيلاء على الدولة فقط، ولكنه أيضا كان مسار استسلام من كل القوى التي وقفت ذات يوم ضد حزب الله. ليس بالصدفة أنه بال2017 من كانوا ضد حزب الله في 2005 وال2008 يصفقون له، بل يذعنون لاشتراطاته. يعني تبدل المزاج أو رد الفعل، حالة انفصامية تصيب الطبقة السياسية في لبنان، أو لكن استخدامها لمصالح سياسية للانتخابات المقبلة في أيار العام 2018، أو فعلا في حالة من الشلل وفقدان الاتزان؟ يعني هن ما كتير بيتناقضوا مع بعضهم، مش متناقضين. في محاولة بدأت منذ شهور يعني
لتحشيد اللبنانيين المواطنين اللبنانيين ضد اللاجئين السوريين وتصوير اللاجئين السوريين انه هن سبب كل الازمات وكل العلل، هن سبب الانهيار الاقتصادي، هن سبب ازمات المياه والكهرباء، هن سبب ازمه السكن الى اخره وازمه البطاله. هذا كله يعني يستخدم من اجل غايات سياسيه انيه وبعيده. الانيه اذا بدك هي الانتخابات اللي تحدثت عنها، الانتخابات النيابيه يلي تتطلب تعبئه ضد عدو، تتطلب حشد وتتطلب اختراع عداوات جديده، لان العداوات القديمه استنفدت كما قال الدكتور لقمان في 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 اطار الصراع الداخلي. هلا صار بدك عدو جديد تحشد الناس حتى تنتخبك وتقول انه انت عم تحارب هذا العدو، هذا العدو هو اللاجئ السوري. في عدة مبررات لاستغلال هذا العدو، في عدة عناصر منها الأزمات الحالية اللي قلنا عنها. سأعود إلى موضوع العنصرية، ولكن أيضا يعني دكتور فياض، غياب أي موقف هل أيضا يأتي في سياق البروباغندا الإعلامية اللي انطلقت قبل أسابيع مع إعلان رئيس الحكومة عن بدء معركة عرسال، تحديدا موقف المرجعيات السياسية اللبنانية اللي تصب كلها في مصلحة تكريس ما أسماه حزب الله هذا الانتصار في عرسال؟ يعني نحن السياسيين اللبنانيين عندما قرروا انتخاب الرئيس عون، يعني الإذعان لمطلب حزب الله، تعطلت الانتخابات سنتين ونص، كانوا عم يمضوا انه يعني كان في عندهم يعني مشكله كيف بدهم يحلوها، انه البلد معطل وانه هن يعني مش عم يقدروا يستفيدوا من هالوضع. فبعتقد اخذوا القرار انه خلينا نمشي باللي بده اياه حزب الله. ووقتها كانوا يمكن مفتكرين انه ايران منتصره وانه خلينا هالبلد يمشي تحت سلطة إيران، تحت سلطة ده حتى يضلوا مستفيدين. بالنهاية الطبقة السياسية الموجودة بعتقد همها كيف بدها تتقاسم الجبنة، وهن يعني التوقيع اللي عملوه إياه لحزب الله على بياض وسلوكهم عم يفرجينا هيك اليوم، وحزب الله هو مشاركهم بالفساد بس يعني مغطيهم وماخذوا هيدا يعني نوع من تهديد لهم، فهن قبلانين بما يعني يتفضل به الوضع الاقتصادي وال يعني الاستغلال اللي حاصل لكل موارد الدوله اللبنانيه بشكل انه راح منهار الدوله اللبنانيه واقتصاد يعني متدهور. معظم المحللين بيقولوا هيك، وهن بيصرفوا وبيتصرفوا على كان ما في شيء. بعتقد هيدا اللي اكثر همهم، يعني كانه هالبلد صار مثل سفينه عم تغرق، كل واحد فيهم قد ايه بيقدر ياخذ، واذا غرقت اوكي بيكون حامل حاله. وحزب الله عنده سياسات بعيده المدى، عارف كيف بده يرضيهم ويسيطر على الوضع، وبهالوقت هيدا عم يهيئ نفوذ لما بعد، يعني سواء انهار الدولة او ما انهارت بيكون هو. استاذ لقمان، هل هالسياسة بعيدة المدى اللي تحدثت عنها الدكتور فياض هي من تفرض ان حزب الله هو الجهة السياسية او الطرف الوحيد الذي يحمل برنامج سياسي في لبنان؟ يعني دعني اعلق بعض الشيء على ما وصفته بغياب الموقف الرسمي. في الحقيقة ليس هناك من غياب، ولكن هناك التزام بموقف حزب الله، ولأن جميع الساسة اللبنانيين اللهم من رحم ربي يقفون موقف حزب الله، لهذا لربما نرى ما نسميه هذا الفراغ اليوم. فلنسمي بالأسماء: رئيس الجمهورية، رئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس النواب، قادة الأحزاب التقليدية، جميعهم يكررون ما يقوله حزب الله، وهذا ما يدفعنا إلى القول بأن الدولة غائبة. في الحقيقة الدولة ليست غائبة، الدولة تحولت إلى جوقة تكرر ما ينشده حزب الله، والإعلام كذلك، الإعلام المرئي، الإعلام المكتوب. ولكن عودة إلى سؤالك، هل إن هذا سوف يؤدي بنا إلى أن نرى حزب الله يفرض دفتر شروطه؟
أظن بأن الجواب بطبيعة الحال هو نعم، ودفتر شروط حزب الله، وهذا هو الأهم، ليس فقط مجموعة من السياسات. دفتر شروط حزب الله هو نموذج يبدأ بالشراكة بين الميليشيا والجيش، أي ما نسميه النموذج الهجين الذي نراه في إيران بين الحرس الثوري والجيش في العراق مع الحشد الشعبي والجيش في سوريا، وصولا إلى تكريس مجموعة من المقدسات التي يمنع المساس بها، أنه من قبيل أن المقاومة حق وبالتالي لا يلمس، من قبيل أن حزب الله يمارس وصاية على اللبنانيين الذين يخالفونه الرأي إلى حد إطلاق أبواقه لتهديدهم بالقتل وغير ذلك. هناك نموذج يحاول حزب الله وللأسف بنجاح فرضه، ومن خلال هذا النموذج حزب الله يستكمل استباحته للدولة واستيلاؤه على مفاصلها جميعا. وما شاهدناه اليوم خلال معارك عرسال يمكن تسميته بالاستيلاء الكامل على فكرة المؤسسة العسكرية التي يمكن أن تشكل يوما ما بديلا عن المقاومة. ما سقط في عرسال ليس جبهة النصرة، ما سقط في عرسال هو نموذج الدولة التي يمكن أن تؤمن بنفسها الأمن والأمان لمواطنيها وللمقيمين في البلد الذي ترعاه. أستاذ حسام، يعني ذلك فقدان الثقة بين يعني المواطن اللبناني، أو هذا الانقسام الحاد في الرأي بما حصل في عرسال، ما يعني أن المرحلة المقبلة قد تشهد تقلبات في مزاج الناخب وفي السياسات، أو غياب موقف الأحزاب قد يفرض جيل جديد من الشباب قد يتمرد على هذا الواقع؟ يعني هذه عدة أسئلة في سؤال. الثقة بين المواطن والسياسي شغلة عملية كتير يعني مركبة وآنية، لكن في بعتقد خاصة يعني بالطائفة السنية ستكون نتائج الانتخابات مفاجئة، كما حصل في طرابلس، كما حصل في طرابلس، وهناك عدة مناطق يعني بعكار، بالضنية، بعدة مناطق بالبقاع الغربي ستشهد يعني تراجع لتيار المستقبل. طيب هل تخشى السنية السياسية التقليدية في لبنان يعني ما حصل مع اللواء الشفريفي في طرابلس وهي المفاجأة المدوية؟ طبعا تخشى، لأن بالنهاية الطائفة السنية هي الطائفة الوحيدة في لبنان اللي ما عندها زعيم واحد كان إلى حين وصول رفيق الحرير. هذه الأحاديث الزعامة هلأ في تحدي حقيقي لها، ولكن تحدي وجودي. يعني الطائفة السنية تتعرض في نفس الوقت إلى ضغط من الداخل من طريق التيارات الإسلامية والدينية من جهة، ومن طريق الذين يزودون على تيار المستقبل يمينا أو يسارا، وبنفس الوقت تتعرض إلى ضغط من الخارج عن طريق حزب الله والتيار الوطن الحر وحلفه. وإذا بدك يعني بصراحة، ولكن حساب الخسارة والربح لدى تيار المستقبل ولدى السنية التقليدية في لبنان، بأي معايير تتجه سياسة رئيس الحكومة اليوم؟ يعني هي معايير إنقاذ ما يمكن إنقاذه، لأن في تخلي عربي ودولي عن الاتفاق الطائف أو الهدنة طويلة الأمد التي أبرمت في التسعين. هذه صارت موضع في حول علامة استفهام. في بالمقابل ضغط كبير يمارسه المحور الآخر، حزب الله والتيار العوني، لإعادة صياغة النظام اللبناني وفق أطر ووفق توازنات يشكل يعني ثنائية الجيش والمقاومة أحد أشكاله، ونحو يعني إعادة تركيب النظام اللبناني بما هو النظام في منتصر وفي مهزوم. بهذا الوقت المناخ الدولي والمناخ العربي غير مؤاتي أبدا
لتيار المستقبل ولزعامة الزعامة الحريرية. هذا بيخليه يتخبط ويعني ساعة بده يزايد على حزب الله، ساعة بده يسلم بأهمية العملية اللي صارت في عرسال، ساعة كتلة المستقبل بتقول انه بترفض الخروج على الدولة وبترفض الشيء اللي صار بعرسال، ساعة بيحاول رئيس الوزراء يعني يطر الأجواء مع دكتور، هل ازدواجية في أداء السياسيين التقليديين لدى السنة في لبنان ستفرض أيضا هذا الواقع كما وصل إليه الأحادية مع حزب الله؟ أنا لا أريد فقط أن أتحدث عن السنة، يعني عن السياسيين السنيين، إنه اللي وصفوا أنت كنت منطلق إنه المواطن وعلاقته بالسياسة. بعتقد في لا ثقة بين المواطن بشكل عام، سواء عند السنة أو عند المسيحيين أو عند فئات من الشيعة يعني. بس خلينا نقول بشو بيتميزوا، أنه المواطن عنده مشكلة أنه ما حاصل على أي من حقوقه الأساسية، وملاحظ أنه السرقات يعني عم تصير علنية، والصفقات والفساد. والتمارين اللي انذكرت يعني سواء بيروت مدينتي أو طرابلس أخافت الطبقة السياسية، من هيك بتلاحظ قانون الانتخاب أخذ يعني ولادة صعبة جدا وأخذت كتير وقت، وابتدعوا قانون هجين ما بنعرف لوين بيودي، وهلأ عم يكتشفوا أنه في نقاط ممكن تخليهم يخسروا بدون يعيدوا النظر فيه. وهلأ في عنا انتخابات مفروض فرعية، الأرجح أنها ما تتم لهالسبب، أنه هني عم يخافوا من هالامتحان المبكر. لا في ثقة، بس في عنا مواطن، يعني المواطن مش كتير واعي انه المشكلة بلبنان اعمق من بس انه ما عنا خدمات وانه الدولة منهارة، انه المشكلة انه ما في سيادة بقى بالبلد، يعني صرنا بلد تقريبا تحت الاحتلال، وهيدا اللي الناس انه بتحب ترتاح من هالفكرة، بس في ناس واعيين لهالشيء. وانه خلينا نطالب هلا نحن بالخدمات بالاصلاح بالمجتمع المدني والى اخره. وهون يعني الطبقه السياسيه صاروا بيحكوا اكثر من المعارضين، يعني وقت اللي بيقولوا في فساد او بيفضحوا بعضهم او بيقولوا راح يكون في ثوره او مش راح يكون في ثوره، يعني بعتقد هن بمأزق. وانا يعني مش متاكده انه راح يصير في انتخابات، بس بتلاحظ انه في قلق بالمجتمع اللبناني ككل، وانا عم بسمع كثير انه عم يصير في كثير اجتماعات ولقاءات. هيدا مخيف للطبقه السياسيه ضمن حدود اذا مش قادرين يضبطوها. شو رح ينتج عن هالشيء انا ما كثير بعرف، لانه نحن كمان عايشين بمنطقه متفجره، ممكن اي شيء يحصل بالخارج، ممكن اي شيء يحصل بالداخل يفجر او ما يفجر، ممكن الوضع الاقتصادي ينهار. فلا في قلق بين المواطن وبين السياسي. السياسي معتمد انه هو ضابط هالوضع لانه مقسم المجتمع المدني، لانه هالمجتمع في منهم انه ما تدقر المقاومه، احكي عن الفساد هوليك فاسدين بس ما تدقر المقاومه. ما هو انا ما بقدر ما ادقر المقاومه لانه بحجه المقاومه ما عندي حدود بقى. وما نستغرب هلا انه يمكن ما بعرف شو راح يصير بالقرارات الدوليه 17/01/1559، يعني بركي صار لازم يتطبقوا بالقوه على لبنان للخروج من هذا المأزق اللي نحن فيه، لانه الجميع في مأزق بلبنان. بهالوقت عم يغطي حاله حزب الله شرعيا وعم يخوف، الشيء اللي ذكره يعني معقول انه ابواق، معقول انه نحن وزير العدل يقدم دعوة على الناس اللي اتهموا يلي حكوا عن صفقة الكهرباء بالفساد، 400 شخص بدهم يوقفون ويطلعوا فيهم مذكرات ويحاكمون، بنفس الوقت اللي نحن عم نتهدد بالقتل يوميا بالصحف علنا ما بيتحرك وزير العدل. شو بدك وضع يعني سوريالي أكثر من هيك؟ وزارة العدل عندها موقوفين من عشرات السنين بدون محاكمة، اليوم حجتها أنه طلعوا هول الإرهابيين لأنه ما في بحقهم حكم، موقوفين فقط ففينا نطلعهم، لكن لشو بعدهم هوليك بالسجن؟ يعني عندنا طبقة سياسية وإدارة سياسية ودولة عم تتصرف بشكل متناقض، بشكل عم يفرجي هزالك اليوم، وهذا المواطن عم يشوفه.
فأي ثقة؟ هذه الانعكاسات السياسية لمعركة عرسال وللصفقة التي تمت في اليومين الماضيين، من هم وقود هذه الصفقة؟ بعد فاصل قصير نبحث ملف اللاجئ السوري أو النازح والنازحون السوريون كما تفرض التسمية الحكومة اللبنانية. على مدى أعوامها الخمسة وخمسة أشهر فرضت الحرب السورية تدفقا لمئات آلاف اللاجئين السوريين هربا من الموت والقتل، ما فرض واقعا اجتماعيا معقدا، لكن الأخطر من كل ذلك في لبنان ما رافق هذه التعبئة الإعلامية على مدى الأشهر الماضية من عنصرية لافتة إزاء اللاجئين السوريين. أستاذ حسام، هل نحن اليوم فعلا أمام معضلة قانونية وإنسانية في هذا الملف الشائك والمعقد بلغ حد العنصرية؟ لا أظن أننا أمام معضلة، نحن أمام وضع ساهمت الدولة اللبنانية بوعي في خلقه، أولا من خلال إصرار على رفض مندرجات الاتفاقية اللاجئين في عام 1951 والبروتوكول في سنة 67، يعني بحرمان اللاجئ من أي حقوق إنسانية وعرضه على عملية مقايضة يومية مع المجتمع الدولي للحصول على مكتسبات وعلى مكاسب. هذا من ناحية. من ناحية تانية في عندك الاستغلال السياسي، يعني نزلت مشكلة اللاجئين السوريين في صميم الانقسام الوطني بين الطوائف، وصارت بدورة يعني كرة تتقاذفها أطراف سياسية وطائفية طبعا. وآخر ما تفتقت عنه أذهان السياسيين اللبنانيين هي تحويل اللاجئ السوري إلى مصدر للإرهاب وإلى مصدر للبطالة وإلى مصدر لكل الأزمات، الشيء اللي قلناه بأول حلقة. صناعة إجماع مفتعل حول سلبية حول اللاجئ يعني مسبب المشاكل في لبنان، هذه إلى تبعات خطيرة على مستقبل لبنان، وهذه تؤدي إلى يعني كرة نار ما حدا بيقدر يتحكم فيها بعدين. ما تستفيد منه الأطراف السياسية اللبنانية هو غياب الغطاء السياسي الداخلي والخارجي عن اللاجئين السوريين. داخلي لأن هودي ما عاد عندهم حدا يحميهم، وما عاد في طرف يعني مقارنة بال 2011 و 2012 و 2013 حتى، هذه اللاجئين السوريين كان في غطاء سياسي عليهم، رفع هذا الغطاء يعني تحديدا. دكتور فايد، هذا الغطاء السياسي ألم يستخدم أيضا النظام السوري ورقة اللاجئين للضغط على دول الجوار وللضغط أيضا على المجتمع الدولي؟ تماما. يعني أنا رأيي كان أنه من الأساس ما كان لازم الحدود تفتح بهالطريقة، وكان يعني لازم يعالج الموضوع بشكل مختلف. كنا دايما نحكي أنه مطلوب مناطق آمنة بسوريا، وكانوا كل المجتمع الغربي، وهذه التجربة الأردنية بالمرحلة الثانية أيضا من اللجوء. شو كان في الأردن؟ التجربة الأردنية يلي حدت من تدفق اللاجئ السوري إلى الحدود داخل الأردن. ما هو خلينا نقول يعني موضوعيا ما لبنان ما بيقدر يتحمل هذا العدد من موضوعيا. يعني أنا كنت عم أقول نحن عنا 1.5 مليون لاجئ سوري، يعني ما يقارب لنقول 40% من سكان 33% لبنان. 33% من الشعب. لو انا خد السويد 10 ملايين خليه يروح لعندهم 3-4 ملايين، وحتى السويد ما رح يعرف يتعامل معهم. فالمشكله بلبنان انه نحن وقت اللي فاتوا السوريين هن حزب الله بمعركه القصير وبالقلمون هو اللي تسبب بتهجيرهم، فمن شان هيك تم غض النظر عن مين عم يفوت، مش عم نسجل، ما بنقبل نعمل مخيمات، لأنه كان واضح أنه عندها بدي يشير بأصابع الاتهام للي سبب تهجيرهم لهون، وبأصابع الاتهام للنظام السوري اللي كل العالم كانت قبلاني بسلوكه
وكان ومثلا تصور انه ما بدهم اسلحه كيميائيه بس معلش براميل تنزل على الناس، فالناس كانت تضطر تهرب، فكان يعني كان في تواطؤ دولي ما حسوا بالمشكله الا عندما وصل اللاجئ لهم. بلبنان تراكبت يعني المشاكل، نحن عندنا تروما، لاجئ فلسطيني ركبت على اللاجئ السوري، تركوهم بدون أي تسجيل بدون أي قيد، الأردن كان عندهم تسجيل عندهم بصمة عين قادرين يضبطوا، هون ما ضبطوا اللجوء وتركوهم لا يستغلون فعلا لمشكلة بيضغطوا فيها على المجتمع اللبناني من ناحية، بيستجدوا مساعدات لحتى تروح بالفساد من ناحية ثالثة. دكتور لقمان، تحديدا هذه النقطة، يعني أداء الدولة اللبنانية ألم يكن أيضا لإضعاف الوضع القانوني للاجئ السوري منذ بدء الأزمة حتى اليوم؟ يعني تماما، ولكن دعني أذكر يعني بديهية من البديهيات، وهي أن السوريين الذين وفدوا إلى لبنان طلبا للأمن والأمان لم يدخلوا لبنان من تلقاء أنفسهم وطوعا، هم هجروا سواء بالحرب أو هجروا بالمعنى اليدوي والبسيط لكلمة تهجير على يد النظام السوري وعلى يد حزب الله. فلا يمكن أن نتناسى بأي لحظة من اللحظات أن وصول هذه الكتلة البشرية إلى لبنان لم يكن نتيجة كارثة طبيعية أو زلزال، كان قرارا سياسيا، وهذا التهجير للسوريين وافقه في لبنان سياسة واضحة لربما لم تكن مكتملة كما هي اليوم، ولكن سياسة تقوم على مؤازرة نظام الأسد. فالنظام اللبناني أو السلطة اللبنانية في كل مراحلها سواء تحت حكومة الرئيس ميقاتي حتى اليوم لم يكن بوسعها ولم تشأ إلا أن تبقي هؤلاء السوريين في وضع قانوني رمادي لا يعترف بهم أولا كلاجئين ولا يعترف لهم بأي حقوق وبأي حق حتى بالحماية. وهذا الأمر عمليا ليس نتيجة سياسية فقط، ولكن يجب ألا ننسى بأنه لا ذاكرة مؤسساتية في هذا البلد لإدارة اللجوء. يعني فلنتذكر بأن الدولة اللبنانية استحدثت الدولة، يعني وزارة الدولة للشؤون النازحين، ولكن قبل ذلك فلنتذكر بأنه اقتضى الدولة اللبنانية 11 سنة لكي تنشئ لأول مرة مديرية تعنى بشؤون اللاجئين الفلسطينيين في العام 59، وبالتالي لا ذاكرة مؤسساتية لنا في إدارة اللجوء، وغياب هذه الذاكرة أيضا ليس بالصدفة. علينا أن نعترف بأن اللاجئين الفلسطينيين واليوم الكتلة السورية ينظر إليها كما قال حسام ككتلة سنية، وبطبيعة الحال هذه الكتلة السنية تثير مخاوف الكثيرين، لا سيما قياسا لما أشارت إليها الدكتورة منى بأن حربا طالت 15 سنة تسبب بها جزئيا على الأقل الوجود الفلسطيني. فيعني نحن اليوم أمام واقع معقد يأخذ من التاريخ بطرف، يأخذ من التروما اللبنانية بطرف، ويأخذ من تواطؤ حزب الله مع النظام السوري بطرف، ويأخذ من استسلام اللبنانيين الآخرين بطرف، وبذلك يكتمل هذا الهرم الذي يدفع ثمنه يعني يوميا اللاجئون السوريين. بأن أيضا يعني هذا الوضع القانوني يأتي ضمن التعبئة الإعلامية التي حصلت قبل معركة عرسال، العنصرية ضد اللاجئ السوري، وما فرض أيضا يعني هذا الواقع أو هذه المقاربة اللبنانية. نعم، يعني التعبئة حصلت لتمهيد الطريق أمام معركة عرسال من ناحية، وللغايات الانتخابية والسياسية الداخلية. بالنسبة للموضوع، ولكن أيضا يعني فرضت الدولة اللبنانية غياب أي حماية للاجئ السوري، وهذا ما كرس هذا الواقع أو هذه الأوهام
بحرب او باستخدام ربما ايضا يعني اللاجئين يعني هناك في المستقبل. خطاب رسمي شيطن اللاجئ السوري. علينا الا ننسى بان هذا الخطاب لم ياتي فقط من ادنى الى اعلى، هذا الخطاب سمعناه على لسان وزير الخارجيه الذي تحدث قارن بين النزوح او ضاها بين النزوح وبين الارهاب، سمعناه على لسان بعض قاده الكنيسه المارونيه، فاذا هذا الخطاب هو جزء من سياسه. وأظن بأنه هذا نعم بيت القصيد. يعني الجزء الثاني من هذه السياسة هو محاولة الدفع في اتجاه التطبيع مع النظام السوري. دائما أنه لابد من علاقة ما، سواء التنسيق مع الجيش السوري من أجل معركة عرسال، أو التنسيق مع الجيش مع النظام السوري من أجل إعادة النازحين واللاجئين. دائما في مشكلة يجري استغلالها هي فتح الأبواب أمام عودة النظام السوري إلى لبنان، لدرجة حملت سفير سوري في بيروت إلى القول أنه نحن ما فينا نرجع اللاجئين السوريين الموجودين في لبنان لأن نحن ما منوثق أنه هودي سوريين. يعني هون بتبين جانب تاني من المأساة اللاجئين في لبنان، انه حتى دولتهم مش مستعده تامن لهم حمايه قانونيه. اي دور أو السفاره السوريه ممكن في لبنان دكتور فياض، او يعني ماذا انجزت هذه السفاره وايضا الوضع القانوني المعقد منذ اكثر من 5 عقود يعني مع العمال السوريين؟ يعني ماذا انجزت؟ أولاً لا تعترف بالمواليد الجدد ولا تجدد الأوراق للسوريين، وكان الذهاب إلى السفارة هو مناسبة ليعتقلوا كل المعارضين. يعني إذا كنا بدنا نطلب أي شيء من السفارة أنه تحل عنهم للاجئين السوريين، لأنه فعلاً كان يعني عندهم نوعين بالحقيقة من المواطنين النظام السوري. المواطن اللي معه سواء كان بلبنان أو برات هذا مواطن سوري، بس المواطن المعارض هذا ليس مواطنا سوريا أصلا. هو بفضل، هو من بداية الحرب قال أنه نحن كنا استلمنا سوريا لأنه هي ملكية خاصة بجيبتهم، استلمنا سوريا 8 ملايين وفيها ترجع 8 ملايين. هو من الأساس مش ناوي يرجعهم يعني، والآن عودتهم وما حدا يعني، والعالم كله هالفرضية ما حدا ناقشها، وهلأ الآن ما فيهم يرجعوا إلا إذا تم ضغط من المجتمع الدولي بإيجاد مناطق آمنة. فبالتالي السوريين اللي هون يعني السفارة السورية ما بدها تسهل لهم أي شيء. اليوم بعدني عم بقرأ أنه صار تجديد الأوراق للسوري اللاجئ في الخارج 800 دولار. تصور ناس يعني بدها تدفع لتجدد باسبورات 800 دولار، وهني لاجئين ومعظمهم مش قادرين يلاقوا ياكلوا. بدي اقول الشيطنة يعني، بس مش للاجئ السوري، كمان للعرسالي. نحن ما ننسى انه ليس فقط يعني كل من يقف في وجه مشروع حزب الله يشيطن. يعني اذا لبناني يكفر، اذا بالمنطقه اللي هي قاعده تمنع الكانتون او سوريا المفيده توصل لهون عرسال. وعندي شوية تعليق هون، يعني أنا ما بحب نضل نقول إنه عنصرية اللبنانيين، اللبنانيين ما كانوا عنصريين. ولكن في واقع، في محرض وفي مستفيد أيضا من هذا الواقع، ما نتابعه على مواقع التواصل الاجتماعي، يعني عنصرية تتجلى على مدار الساعة. تماما، لأن في عنا إدارة سياسية كانت عم تعطي، يعني هي فتحت الباب لحتى يصير في ردود فعل من هذا النوع. لكن يعني التوترات اللي عم تحصل، خليني أذكر، نحن أنا هون ليش عم بحكي بهالنقطة الآن؟ لأنه الإعلام له دور كتير كبير. إذا بضلني أقول إنه السلوك العنصري بكون عم شجع السلوك العنصري، بس إذا بقعد بناقشه وبشوف تفاصيله بقول في مواقف عنصرية من بعض الناس، وأنا بشوفها أكتر من المسؤولين. السوريين موجود في مليونين، مش كل يوم عم نلاحظ إنه في مشكلة بين السوري واللبناني. التمايزات موجودة بين الحمصي والحلبي، بين الصيداوي والطرابلسي، بس الإعلام عم ياخد يعني بدل ما أعطي كمان إيجابيات التعايش بين السوريين واللبنانيين، عم شوف التوترات اللي هي بدها تحصل بكل الأحوال. هذه النقطة السوداوية، يعني من يزور وسط بيروت، أسواق بيروت، أيضا عندما تسأل عن طفرة الشرائية للعقارات، أيضا هو السوري. لماذا فقط التصويب على اللاجئ السوري
وتنسي الاقتصاد اللبناني كيف استفاد ايضا من التحويلات السوريين طوال الازمه، ويعني ايضا من يقومون او من يدعمون بشكل او باخر هذا الاقتصاد. يعني تماما انه جزء من السياسه اللبنانيه هي في التغاضي عن المغانم التي يحصلها لبنان من جراء وجود هذا الكم من السوريين، سواء اللاجئين أو الآتين هربا وللاستثمار. ويعني أظن بأنه التغافل عن الأرقام التي يحققها الاقتصاد اللبناني بسبب الأزمة السورية أو بسبب النزاع السوري هو جزء من هذه السياسة التي ترمي إلى الشيطنة أولا، إلى المضاهات بين اللجوء وبين الإرهاب أو قلة أو المشاكل الداخلية التي يعاني منها لبنان، وهذا كله يهدف إلى تحقيق أجندة طرف واحد. اليوم السياسيون اللبنانيون لا يعرفون كيف يديرون هذا البلد، وخير دليل على ذلك التخبط على مستوى القوانين التي يصوت عليها مجلس النواب. دون الدخول بالتفاصيل، يمكن القول بأنه اليوم هناك طرف واحد في لبنان يملك أجندة داخلية ويملك أجندة خارجية، في حين أن الأطراف الآخرين هم عيال عليه، وهذا الطرف اسمه حزب الله الذي يتمتع بفائض قوة محلي وبإمدادات واحتياطي قوة إقليمي يسمح له عمليا بأن يتصرف بهذا الشكل، وبأن يملي على الآخرين إرادته، وبأن يملي على اللبنانيين نموذجه. خارج هذا التشخيص لواقع الحال اللبناني بأن هناك سوبر حزب وهناك مجموعات صغيرة، كيانات سياسية طائفية أو مناطقية، لا يمكن أن نفهم ما يجري ولا يمكن أن نقدر المخاطر التي قد تقود إليها سياسة التفرق. أستاذ حسام، يعني هذه الأجندة التي يحملها فيما يتعلق بالاقتصاد، أشير إلى نقطة أنه المعامل، المصانع، سوريا بلد مليء بالمصانع، لم يأتي أي مصنع إلى لبنان، ذهبوا إلى تركيا وإلى مصر، كانوا فيهم يستفيدوا ويشجعوا يجوا مصانع في لبنان، كان بينعشوا الاقتصاد والكثير من العمال بيلاقوا عمل، سوريين او ولبنانيين. صارت محاولات فشلت يعني فشلت، كان فيهم يعملوا سياسه تشجيع رغم ايضا يعني عدم وضوح الرؤيه، الاجنده السياسيه التي تحدث عنها استاذ لقمان. يعني من المستفيد من فرض هذا الواقع وربما وضع اللاجئ السوري في هذا الإطار، وتكفير اللاجئ السوري واتهامه أيضا بمشكلهم من مخاطر أمنية على الوطن؟ سلسلة المستفيدين أو لائحة المستفيدين طويلة، تبدأ من بشار الأسد ونظامه يلي عمليا تخلص من عبء وتخلص من مجموعة من السكان المزعجين والمشاكسين، وصار عنده مناطق آمنة في محاور استراتيجية، يعني محور طريق بيروت دمشق، محور الحدود اللبنانية السورية، صارت آمنة لحمايته. اللائحة الثانية أو الطرف الثاني بلائحة المستفيدين هن مجموعة سياسيين لبنانيين. غير صحيح أنه في طرف يعني مستفيد وطرف متضرر أو طرف مؤيد لقضية اللاجئين وطرف يناهضها. في لعبة اسم اللاجئ السوري، وهذه الأطراف عم تستغلها. أي شخص، أي طرف سياسي ممكن يحصل مكاسب من قضية اللاجئين بيحصل. ما في طرف يعني مؤيد بالمطلق لمشكلة اللاجئين إلا يعني كان في شبه غطاء سياسي أمن في السنوات الثورة السورية الأولى، ثم اختفى هذا الغطاء بفعل الضغط الرهيب يلي مارسه. يعني أي غطاء سياسي، ولكن هناك طرف يوزع المغانم. عمليا نظام المغانم في لبنان ليس نظام اقتصاد حر، بالعكس أنه هو اقتصاد مقيد وهو خاضع لاشتراطات. هذا الغطاء السياسي هو أيضا اللي أدى إلى تعطيل ما بدأ من وسطات في عرسال وتسليم عرسال في الأيام القليلة الماضية. لا، يعني بتصور أنه ما جرى في عرسال يعني
لا يمكن أن يقرأ فقط وفق الحرف اللبناني، يعني كما تفضل الأساتذة حسام والدكتورة منى أنه لا يمكن أن نفهم ما جرى في عرسال إلا إذا نظرنا إلى الخريطة السورية الكبرى. عرسال في النهاية يمكن اعتبارها ضاحية، أو جرود عرسال ضاحية من ضواحي دمشق وحمص يعني، فإنه قراءتها وفق أجندة لبنانية أظن بأنه أمر مبالغ فيه، ولكن على المستوى اللبناني هناك فائدة حققها حزب الله لا شك فيها. أولا أنه أطعم جمهوره انتصارا إلهيا على مشارف الذكرى، ذكرى قديش يا دكتورة منى؟ نحن ب 2017، الذكرى ال 15 ل 2006، ثم اختبر كل اختبر قوته على مستوى الساسة اللبنانيون، الساسة اللبنانيين، وثبت بالدليل القاطع بأنه قادر على أن يحول اللبنانيين إلى تلامذة مطيعين في صف هو أستاذه ومعلمه. والأمر الثالث المهم أنه فعليا كرس بشكل لا عودة عنه التوأمة بين المقاومة والجيش، مع تفصيل أساسي بأنه في ضمن هذا التوأم الميليشيا هي من يوزع المهام والجيش هو من يتبع. ما تبعناه من مصالحة بين عرسال ومحيطة الشيعي في الأمس، هل أيضا ضمن تسويق ما حصل أو ضمن أيضا الصفقة؟ يعني أنا سمعت أخبار مش حتى الآن عم يشيطنوا أرسال، يعني هالمصالحات اللبنانية بين بعضهم ما بعتقد أنه في مشكلة، بس نحن عنا عايشين ببلد يعني ما كتير بنعرف شو بصير بالواقع، أصلا منعين الصحفيين يفوتوا على أرسال، منعوهم حتى على البلدة، وما نعلموا عن ما يجري هناك هو عبر فيلتر حزب الله، لا نعلم أكثر من ذلك. بالتالي يعني المشكلة مفتعلة مع أهل أرسال، أهل أرسال هم لبنانيون مثل كل اللبنانيين، وبالعكس تبين شو يعني فيهم. ما بعرف قديش مفتعله، انه بالاخر لا يمكن انه نمحي 5 سنوات من التضامن العرسالي ومن الانتباه العرسالي لما يجري في سوريا، وان نعتبر ما اذا تضامنوا مع السوريين انه مش صحيح انه بالاخر نحن اللبنانيين يعني متفقين معضله اللاجئين مش السوريين، بس يعني انه العرسالي هو ارهابي كمان يعني هذه الدعايه، ولكن ايضا هذا ضمن البروباغندا الاعلاميه. والله بصير ارهابي. أشكركم أستاذ لقمان سليم، دكتور منى فياض، وأيضا الصحافي والكاتب السياسي، شكرا على هذه الحلقة من بيروت. مشاهدينا، إلى هنا ملفات غرفة الأخبار لهذه الليلة، غدا موعد جديد وملفات جديدة.